كان بقالنا فترة كده الوضع مستقر في لعيبة نادي الزمالك، ولكن بداية من كهربا والقصة بتاعت كهربا ابتدت اللعيبة تمشي وتسيب الزمالك، اللي يعني يروح فري اللي بيمشي فري واللي بيروح الأهلي وقصص كتيرة جدا يعني. وفي أسماء ما كنتش تتخيل إن هم يبقوا في الأهلي، مثلا زي إمام صحيح. عاشور يبقى في الأهلي. يعني ده تفسره حضرتك بإيه؟ الاستقرار المادي برضو مهم جدا طبعا. ما هو انا النهارده اللعيب ايه يا استاذ دينا؟ النهارده مشكله فتوح ايه؟ ماديه. طب ماشي. الانتماء مالوش الانتماء مع الماده ما دلوقتي خلاص راح. الانتماء ده كان ايامنا احنا وكنا بنلعب ببلاش. تبيعوا اي حاجه عشان خاطر الفريق اللي بالظبط ببلاش بتشجعه، يعني بمعنى اصح. لكن النهارده بتتكلمي في ملايين. واخدها بيزنس بقى فخلاص ملايين النهارده. بتتكلمي في ملايين. انا فانت سعري النهارده يجيب كذا فاروح عند اللي برافو عليك. هيقدرني. فهي قصه كده، قصه ماديه بس بحته. لما كان في استقرار مادي انت عملت فرقه، جبت اشرف بن شرقي، جبت ساسي، جبنا ابو جبل، جبنا لعيبه كتيره في الفتره دي، وعملنا موسم قوي جدا. عملنا 3 مواسم من اقوى ما يمكن، لان كان عندك سكواد كويس من خلال الناحيه الماديه المستقره. فده كان مخليهم بقى سواء بقى قاعدين. الماديات جت تبرعات بعض الناس من بره او من اداره النادي. لكن النهارده لو في استقرار مادي ده هيعمل نوع من الاستقرار النفسي للعيب، هتلاقي الدنيا زي الفل. مش هنشوف اللعيبه بتمشي خالص، مش هتشوفيهم. بالشكل ده لان الاول كانوا بيهربوا من الانديه يجوا الزمالك لو تفتكر. دلوقتي بالظبط بقينا بنشوف العكس، ان هم بالظبط العكس، اللي بيمشوا عشان ما فيش فلوس، واللي بيمشي فري واللي بيمشي عن طريق اسلوب يعني معاملة يعني حاجات كتيره يعني بتختلف يعني. بالظبط. عايزه اعرف من حضرتك ازمه فتوح، يعني فتوح كان لاعب هادي وكل بيشهد بيه ان هو هادي وما عندوش مشاكل، مؤخرا بقى يعني اسمه يقترن بالمشاكل كتير، والازمه اللي عملها انه ساب معسكر الزمالك ليله مباراه زد، وحضرتك قلت انه هو قريب جدا من النادي الاهلي. لا انا ما قلتش قريب من الاهلي، انا هو كان كريم شحاته بيقول لي انا عندي معلومه ان هو رايح الاهلي، قلت له الناس كلها بتقول كده. يعني الناس كلها لكن بتقول. مش معلومه حضرتك عارف لا ان معلومه منين حصل؟ اعرف منين؟ ما اعرفش، انا مش يعني مش قريب قوي من بس فتوح. يمكن تصرفاته مثلا بتدل ان هو قريب من الاهلي. بالظبط. يعني ما هو كل الشواهد بتقول ايه؟ زي ما كان امام مع كهربا، يعني فالناس انا كانت النهارده بتقول لما اطلب من نادي الزمالك 60 مليون، ده اللي انا بسمعه. انا ما اعرفش بصراحه. حضرتك مش عارف الرقم ما الحقيقي اعرفش كام. 60 مليون منحه تعاقد. يعني هي معلش. منحه التعاقد دي ايه يعني؟ ازاي تبقى بالرقم ده؟ اللي هي يعني ما اعرفش بقى تخصم من عقوده بعد ما انا كده ولا قصدي تبقى يعني فري ولا ما تبقى يعني فور يعني فري برضو ولا حاجه جديده بنسمع عنها اليومين بالظبط. دول انا ما يعني. اعرفش القصه ايه بالظبط، لان انا سمعت ان بعض الانديه كانت عرض عليه هذا العرض، انها هيديله فيلا ما وهيديله اتقال ان فلوس زاد دي كان داخل في هدايا. مفاوضات وانسحب بعد هدايا. اللي حصل مع الزمالك. هدايا يعني. فهو ماشي على هو فتوح محتاج حد يتكلم معاه، محتاج حد يقعد معاه يشوف دماغه فيها ايه، يشوف هو عايز ايه. يعني الكلام اللي هو من ورا ال او عن طريق السوشيال ميديا نزل صورة كذا بالظبط. يعني بيبقى مش لا يعني لطيف. محتاجين ان احنا نقعد معاه، محتاج ان هو يعني في حد قريب منه بي 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 بيمشيه غلط. فلازم احنا نقعد معاه. لان حضرتك شايف ان ده مش طريقته او طبيعته او شخصيته يعني؟ لا ما كانش كده لا خالص. حتى هو بيقول انه كابتن عبد الشافي هو مثله الاعلى، فكابتن عبد الشافي يعني مش بتاع مشاكل. هما الاثنين شبه بعض. هو ما كانش بيتكلم فتوح ده، فجأة بقى حاجة معرفش ايه اللي حصل. حضرتك عشان كده شايف انه ممكن يكون حد هو اللي بيديره مليون بالشكل في ده المية. يعني. في حد وراه بيزقه. ان هو حتى زي ما حضرتك عارف هو لغى متابعة نادي الزمالك وشال ان هو اللاعب من نادي غلط. الزمالك. طب غلط. هو مش هو يمكن شايف ان العقوبات اللي توقعت عليه ان هي مش مناسبة. بس ازاي مش مناسبة؟ انت يعني سبت انا المعسكر لعيب ليلة بالظبط، الماتش، يعني لعيب ساب المعسكر يا استاذ دينا في يعني وانت لعيب اساسي. خلينا بالظبط. نقول هو عارف ان هو لعيب وهيلعب. اساسي. حضرتك كان السيسي بادئ الماتش ده، انا عارف كويس السيسي وفتوح اللي كانوا بادئين الماتش ده،